الصندوق والأرباح الخيالية. العبيد الكل تتسائل، تقول لك كيفاش العمولة تاع البنوك العمومية والخاصة أيضا كبيرة، حقه في أرباح كبيرة، والتوينسة يعاني. اللي يخدم على روحه ربي يعينه. ولكن هاش نقول أنا، فما زيارة عملها الرئيس للبنك سنترال، والزيارة هذيك باش تعدل المنظومة الكل. سيتادير معناه باهي الزيارة الرئيس كان فيها واضح، قال راهو باش تم مراجعات في نسب العمولة، قال راهو بالنسبة لاستقلالية البنك المركزي هذه حاجة يلزمنا نراجعوها. كلام معقول، والرئيس استشهد حتى بدكترين وبتجارب دولية، وكان حوار بالحق في مستوى راقي جدا. ونعتقد اللي نهار اللي نستغناو على استقلالية البنك المركزي كل شيء يرجع إلى نسابه. لكن أنا مشكلتي أنه المواطن يلزم زاد كيف تخف عليه الأعباء. المواطن يلحق يكون عنده حق نفاذ للتمويل. اليوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة قاعدة تعاني من حاجتين، تعاني من البلوكاج من جهة، ومن الجبايه. وبربي نحب نحكي على البلوكاج وبقانون المالي في وقت انتهى أقل. ليه ما نخلطوش عن الأخبار في أقل من دقيقة؟ بربي سيد الرئيس استدعى سيد وزير السياحة وقال له مش معقول السياحة تبقى فولكلورية. تعرف اليوم وزارة السياحة ديوان السياحة تحديدا معاون ومعطاه حتى ترخيص الجيتوريرال. جيتوريرال اللي هما الإقافات الريفية يختاروا الولايات المنكوبة أكثر واللي فيها مشاريع واللي الرئيس ديما يمشي لها وما يعطيوش فيها رخصة الإقامات الريفية. بشوية منهم شخص طالب ترخيص متوفرة فيه الشروط الكل متاع إقامة ريفية في جهة القروان في الوسلتي، ثلاثة سنين ما عطاوش وثلاثة سنين ومش باش يعطيوه. علاش هذا الكل؟ ما فهمتش. على خاطر القروان ما يزماش تهز ركبة، على خاطر فما مشروع رئاسي في القروان كبير اسمه المدينة الصحية معطلين عباد. مش نعطيك من الحاجات اللي تضحك من الأسباب اللي نخدموا بها أي وقت الأخبار. وزارة السياحة رافضة مشروع وبربي السيد وزير السياحة يسمع فينا أكيد، رافضة مشروع متاع إقامة ريفية. تعرفش طالبين عليه الراجل اللي في الإقامة الريفية باش يعمل؟ طالبين عليه 15 نقطة، 15 شرط، شروطات أنواع وأشكال. كي الشروطات متاع العرس والأمور هذيك الكل، الصياغة البيضاء ما عادش يطلبوهم واضح نساوهم. مش الشروطات اللي طالبين عليه، طالبين عليه أنه يخلي مسافة ارتداد مع الأجوار 4 متر. هو ما عندوش أجوار، يلزمه يتسلف أجوار. طالبين عليه ثنية للحماية المدنية، هو ما عندوش ثنية. هو في الريف يزم يعمل قطرود، مش ما عادش تولي ريف. شكرا لك، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ويعطيهم الصحة جماعة ديوان السياحة، وبارك الله فيهم على تشجيعهم للباعثين، وإن شاء الله يكونوا تلقوا الدرس. إن شاء الله في فرصة أخرى يكون عندنا مجال.